مساء الخير، أنا ساري حسام وهسه 12 ونص. اليوم راح احكي لكم على طفلة خطفت الأنظار بالثمانينات وكل الناس اشتاقت لها بعد ما ابتعدت. اشتهرت هاي الطفلة بأدائها لعدد من الإنشودات والأغاني الوطنية، لكن اختفت تماما وهي كبيرة. اليوم راح نحكي عن الطفلة بيداء عبد الرحمن ووين اختفت. ألو ألو تهانينا يا ثواب، ألو ألو تهانينا يا ثواب، ألو ألو تهانينا يا ثواب، نسمع ونشوف الصولات ويا الأخبار. بداية الفيديو أشكر الأخ عباس اللي دز لي أغلب المعلومات بهذا الفيديو وفادني كلش هواية حتى أقدر أسوي لكم هذا الفيديو ويكون كامل عن أكثر المعلومات اللي ممكن تحتاجوها عن بيداء عبد الرحمن. بيداء عبد الرحمن منشدة ومؤدية أغاني عراقية من مواليد بغداد 1970. كانت طالبة متميزة بمدرسة الفارس العربي، والبيداء أربع أخوات: سحر وغيداء وحنان وإخلاص. أختها سحر أيضا كان عندها بعض الأغاني غنت، ويعني كانت معروفة على نطاق ضيق، لكن بعد ذلك ابتعدت تماما وتركت الساحة لبيداء. أما غيداء فعملت كمترجمة بعد ما تخرجت من الجامعة المستنصرية ببغداد. وحنان خريجت كلية الإدارة والاقتصاد، اشتغلت مدرسة بإعدادية التجارة. أما بيداء فبرزت ببداية الثمانينات كمنشدة للأطفال، هي ومجموعة من الأطفال الموهوبين جدا اللي كانوا ينشدون ويغنون من حبهم للوطن وحتى يصعدون من الروح القتالية والوطنية عند الجنود وعند أيضا المواطنين بهذيك الفترة العصيبة من تاريخ العراق. من أبرز هاي المجموعة كانوا إلهام أحمد، حنان عبد الرزاق، وفاء سالم، علاء سعد، وداليا العقيدي، كلهم اللي بدأوا كمغنيين أطفال بهاي الفترة. طبعا رغم انه اني ضد انه يتم اقحام الاطفال بهيج امور حتى اذا كانت امور وطنيه، لكن اني ضد انه يكون استخدام للاطفال بفتره الحرب حتى لو بمواضيع فنيه، لكن بذاك الوقت كانت بيداء وجروبها كلش محبوبين ومعروفين، ويعني يقدمون شيء الناس محتاجه تسمعه بهذيك الفتره. قدمت بيداء عدد كبير من الأناشيد اللي كانت مهمة جدا، يعني أذكر لكم من عدها يعني هسه يجي، هالهولة، بطل التحرير، بنت البطل، ورد جوري، وافق على العهد، ألو ألو، وهواية بعد أكثر. ويعني كانت مثل ما قلت لكم كلش ماخذة رواج بهذيك الفترة، فشهرت بيداء أكثر وأكثر. مو بس هيك، بسبب صوت بيداء الجميل تم استخدامها لدبلجة عدد من الأعمال، يعني أفلام الكارتون بهذاك الوقت اللي كانت معروفة جدا واللي كان يتم دبلجتها باستديوهات المؤسسة العامة للسينما والمسرح ببغداد. يعني أذكر لكم من عدها كارتون سنان، الفتى ياقوت، أمينة، وقصص عالمية، وغيرها وغيرها اللي دبلجت بصوت بيداء. وأيضا قدمت برامج إذاعية من ضمنها آخر الأطفال وعالم الأطفال اللي كانت تبث بشكل يومي وأسبوعي على إذاعة بغداد. وأعتقد أيضا مثلت يعني بعض الأدوار الصغيرة بالمسلسلات، لأنه أعتقد شفت لها مشهد راح أحكي لكم إياه هسه وهي ممثلة. رأيكم بالذي فعله بدر؟ أنا لا أحب بدر، فهو كسول، وكل ما فعله هو الحلم. هذا صحيح، ولكني حزين على حسن. وأنا أيضا، فهو صديق مخلص. وبدر لم يشكره على كل ما قاله له. والآن يا أبنائي، ما رأيكم لو نستمع إلى بقية الحكاية لنرى ماذا حصل؟ قدرت أنه تخلص بيداء الإعدادية وتدخل إلى كلية طب الأسنان، ومن هناك ابتعدت تماما عن الأضواء. بعد ما كملت كلية طب الأسنان وتخرجت من عدها، يقال إنها تزوجت شخص كان يعني ذو نفوذ، وبعد السقوط أخذت زوجها وسافروا إلى عمان بالأردن، واليوم هي تشتغل هناك طبيبة بأحد المستشفيات بعمان، وابتعدت تماما عن الأضواء. ومثل كل اللي مبتعدين، ما عندها سوشيال ميديا ولا عندها أي تواصل مع أي أحد من الوسط الفني، لكن بعدها يعني أنا مستغرب بعدها الناس تتذكرها وتحبها وتدزلي هواية حتى أحكي عنها. فأتمنى اليوم ما قدرنا أنه نعطيكم يعني معلومات حابين تعرفوها عنها.
ولهنا خلص فيديو بيداء عبد الرحمن اللي كان قصير مثل فترة وجودها بالوسط الفني القصيرة، وانتظروني بفيديو جديد. تصبحون على ألف خير.